بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي القناة على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله. فيما يلي الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق. وزارة الصحة تقول تم فحص 4183 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون مجموع الكلي للنماذج المفحوصة من بداية تسجيل المرض في العراق 136,640. عدد الحالات المصابة المكتشفة بهذا اليوم 119 حالة، أكثر يوم من بداية الأزمة سجل حالات هو اليوم، أكبر عدد هو اليوم. عدد حالات الوفيات 3 حالات، وعدد حالات الشفاء 63. تفاصيل الإصابات اللي 113 في الرصافة 35 والكرخ 34 ومدينة الطب 13 والبصرة 32 إصابة، والمثنى إصابتين وديالة إصابة واحدة، ونينوى إصابتين اللي كانت هاي الفترة كليتها ما بها أي إصابات نينوى، وأعلن خلوها من الإصابات للأسف اليوم عندنا حالتين. أما حالات الشفاء اللي هي 63 حالة فتوزعت بالرصافة 8 حالات والكرخ 5 حالات والبصرة 26 حالة، كركوك حالتين، كربلاء 7 حالات، ميسان 9، والمثنى 3، وأربيل 3 حالات. أربيل يعني تقريبا صار أسبوع لم تسجل أي حالة، وأتوقع يعلن يعني خلوها من الإصابات في الأيام القليلة القادمة. عدد الإصابات لحد هذا اليوم 3032 إصابة، مجموع الوفيات 117، مجموع حالات الشفاء 1966، مجموع الحالات النشطة هو 949. هذا الشارت يمثل لنا عدد الإصابات، مثل ما تلاحظون عدد الإصابات لهذا اليوم هو الأعلى من بداية الأزمة لحد هذا اليوم. أما نسبة الوفيات وحالات الشفاء والحالات النشطة بالنسبة لعدد الإصابات، فلا زالت نسبة الوفيات 4%، نسبة الحالات النشطة 31% أحسن من البارحة، ونسبة الحالات النشطة ونسبة مجموع الشفاء 65% أيضا أحسن من البارحة. هذا المعدل التراكمي في هذا الشارت يوضح لنا عدد الإصابات مع المجموع الكلي في العراق. عدد الإصابات حول دول العالم وصل إلى 4,376,374، عدد الوفيات حول العالم 249,000، عدد حالات الشفاء 1,623,000. مجموع الحالات النشطة أي المتبقية في العالم لحد هذه اللحظة هي 1,458,863، مجموع الحالات المغلقة هي 1,917,511. الشارت اللي على اليمين يمثل لنا عدد الإصابات والمعدل التراكمي لحد هذه اللحظة، واللي على بالجهة الثانية يمثل لنا عدد حالات الوفيات. أمريكا لا زالت الأرقام تزداد يوم بعد يوم، وصلت عدد الإصابات وصل إلى 1,411,339، ثم إسبانيا 271,000، ثم روسيا 241,000، المملكة المتحدة 229,000، وإيطاليا 221,000، البرازيل 179,000، فرنسا 178,000، ألمانيا 173,000، تركيا 141,000، إيران 112,000، ثم الصين لا زالت 82,000 بزيادة 7 حالات جديدة، تليها الهند 75,000، ثم بيرو 72,000. بيرو شنو هاي ما أدري، هاي أنتوا تعرفوها، البيرو على قولتهم. موقع منظمة الصحة العالمية فيه بعض المعلومات المفيدة، أسئلة وأجوبة. السؤال يقول هل يجب أن أتجنب المصافحة بسبب فيروس كورونا المستجد؟ الجواب نعم، لأن الفيروسات التنفسية يمكن أن تنتقل بالمصافحة ولمس العينين والأنف والفم. تبادل التحية بالتلويح يعني من بعيد على بعد متر، عن بعد أو بالإيماء أو بالانحناء بدلا من المصافحة. سؤال ثاني، كيف يمكن أن أحيي شخصا حتى أتفادى إصابتي بفيروس كورونا المستجد؟ الجواب، لتجنب الإصابة بمرض كوفيد 19 الأكثر أمانا هو تجنب التلامس المباشر عبر التحية عند التحية، وتشمل التحية الآمنة التلويح والإيماء والانحناء، يعني مثل باليابان وبالصين.
السؤال يقول: هل ارتداء القفازات المطاطية في الأماكن العمومية فعال في منع الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد؟ الجواب يقول لا، لأن المواظبة على غسل يديك العاريتين يضمن لك حماية أفضل من الإصابة بعدوى كوفيد-19 مما ستضمنه القفازات المطاطية، إذ أن من الممكن الإصابة بالفيروس عبر القفازات نفسها، فإذا لمست وجهك يمكن أن ينتقل الفيروس من القفازات إلى وجهك ويصيبك بالعدوى. يعني منظمة الصحة العالمية تقول لحالكم لابسين جفوف، مدى أحكي على الأطباء أو الناس اللي يشتغلون خلينا نقول المجال الصحي، الكلام على المدنيين العاديين. فما أعرف بصراحة ليش كلها لابسة جفوف. والسلام عليكم ورحمة الله.